أسبوع جديد وأحداث جديدة راح نتناولها، وأهم ظهور محمد رمضان على الإنستغرام مع المعجون أسنان عم بيقولوا إنه مصنوع من الذهب 24 قيراط. راح نحكي عن التاتو الجديد يلي عم بيعمله أحمد الفيشاوي على جسمه، شو عم بيصير بوجه لاشيرين، وليش حالة الانتفاخ هيدي يلي صايرة معه. مروارات بتقفز على احد الاسرة باحد الفنادق، ومواضيع اخرى مثل العادة. ما راح فيكن تقفوا ولا موضوع، خليكن متابعين. انتشر فيديو بشكل كبير للممثل المصري محمد رمضان، وذلك اثناء وجوده بالحمام وكان عم بفرش اسنانه، ومثل ما قال للجمهور انه هيدا معجون اسنان مصنوع من الذهب عيار 24 قيراط. من بعد ما عمل الجمهور بحث عن هيدا المعجون الاسنان وشافوا المكونات، بين لهم انه هو مصنوع من القراط من دون الذهب. قراط ياخدك اليه، ليش هيدا التفنيس؟ يعني ما شاء الله اسنانك كتير حلوين، ما بيشبهوا ابدا اسنان السعدان، بس تنبسط كتير حلوين، ضيعانهم ما تفرجيهم بزبل الحمام بزيادة عليك. هيدا الجيعان اللي شبع بعد جوع، يعني شو بدنا نحكي لنحكي، شبع بس من الاكل والمصاري، بس فشخرة وتفنيس على العالم وشوفت حال ما شبع، لانه هيدا الانسان عنده نقص. يعني ما حدا بيتصرف هيك تصرفات الا الانسان اللي عنده نقص. محمد رمضان واخيرا الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز عملت عرسها، بس كان في موقف غريب وتصريح غريب منها جدا، خلينا نشوف ليش. ممكن كل اللي بيحبني كل اللي بيحبني يقرا الفاتحه لامي ويدعي لها بالرحمه وزغرته بعدين. الفاتحه لمامه الاستاذه الكبيره دنيا عبد العزيز، الفاتحه ان شاء الله. اقرا الفاتحه عن روح المرحومه وزغرته ولتحت الارض ريتك. شو هي؟ انت عامله عزا ولا عرس؟ تخيلوا قال تجي وتقرا الفاتحه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين، ولي لي 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 ليش استغفر الله العظيم، مش ظابطه مش ظابطه. هلا فاهمين نحن انه امك وكانت تحديك وبتحبيها كثير ودائما بتحكي عليها على المقابلات، بس انه مش ظابطه تجمعي بين الفاتحه والزرغوطه. يلا فاتحه عن روح المرحومه وزغرتي يا انشراح، واللي جاي احلى من اللي راح، عملتي اضرب من تبعيت البيت ده طاهر بالفيلم المصري. يعني هالتناقض اللي عملتيه بحياتي ماني شايفه بمحل. انا عارف انه ماني يعني منا نيتك سيئه، مشان هيك ما راح ازيد العيار عليك، بس اللي عملتيه خارج نطاق المنطق. نو شانس، ما في شانس ابدا. انتشرت صورة بشكل كبير للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بتقولوا عاصتها النحلة، كانت شيرين صارت مورمين، كل شيء فيها مورم ما شاء الله، وجه بطنها هل هي هالسلوبات اللي لبسته كل شيء مورم. هلا شو السبب ما بنعرف، معقولة هلا على الصلحة مع حسام عبد الحبيب رجعت فتحت شهيتها على الأكل فأكلته لحسام؟ ما بعرف، اسم الله على يا رجع زايد وزنها رجع جاي صحتها، بس بعد حلوة. ما بيعني إذا الإنسان زاد وزنه إنه هو بطل حلو وإنه هو هذا الشيء غلط، شيء كتير طبيعي، كلنا منمر بلحظات بنزيد وزن. أنا إذا زدت كيلو دغري بيعلق، إيه وليد نصحام، وأوقات بكون بس لابس كنزة بتبين الواحد ناصح ببلش يعلقه. كتير زاد الجمهور بالتعليق على زيادة وزن شيرين. أنا بعرف أنا تهضمنت شوي، بس إنه لقيته شيء عادي عادي، كل العالم ساعة على ديبريسيون، في ناس بتبطل أكل في ناس بتاكل، أنا بس أكون مبسوط باكل، بس دبريس ما باكل، كل حدا جسمه شيء. انتو شو خبروني؟ انت تتكلم جد؟ انت والله ما عرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. شوهدت مروه راتب باحد الفنادق عم تقفز على السرير، ودغري من بعدها تم الاتصال بال 911. السرير يستغيث من كتر ما نطت عليه، احدثت فيه ثقب اكبر من ثقب الاوزون، لانه هي ما شاء الله عليها خفيفه، هي فراشي ريشي ريشي ابدا
ما عندها وزن زايد، خصوصي المضخات اللي عندها لحالهم ما شاء الله هودي ما فيهم ابدا وزن زايد. اذا قعدت، اذا بتكون قاعدة خبروني انه بس مطرح ما بتكون مروة راتب قاعدة بيضلوا 12 ساعة ليرجعوا يقعدوا من وراها، قلبت من الحماوي فيكن تخبزوا، من الحماوي مطرح ما بتكون قاعدة فيكن اذا حطيتوا رغيف عجين بيخمر وبيرتفخ على الحماوي اللي عنده. ولي شو عم بتحسي؟ لشو عم بتحسي رايحة على فنادق العالم بتخوتتها؟ يعني انت مانك دافع حق التخت، ما حرام تروحي وتفزيلهم وتنط وهالتضاريس تنط. بس الغريب بالموضوع اذا بتركزوا على القفا ما عم بيتحرك، هيك بتحسوه مثل كأنه محطوط له سؤالات من كتر ما انه حاشي ومزبطة ولي ما بيتحرك. شو حاشي فيه عبالنا نعرف؟ بحس في لغز اللي حيضل بالبشرية ما راح ينعرف الا لبعدين بعدين انه شو كان فيه بقفا مروة راتب. مغارة علي بابا اكتشفوها، وانت بعد ما اكتشفوا قفاكي شو محشي؟ ولي تحت الارض رايدك جرسينا. اثار الجدل الممثل المصري احمد الفيشاوي من بعد ما نشر فيديو عم يظهر فيه انه عم بيعمل تاتو جديد على جسمه. يعني بدي اعرف انا انه احمد الفيشاوي وين بعد فيه محل تتعمل اصلا تاتو؟ يعني بعد فيه خيارتك ما عملت عليها تاتو الا اذا كنت عامل، ونحن ما نعرفين بدنا نسأل طليقتك ندى كامل هي ادرى بالموضوع. مش معقول هيك الواحد الانسان ينزع جسمه. انا على فكرة ضد التاتو كليا. كيف اذا 12 الف تاتو صار عامل جسمك مثل الرشتة تبع المدرسة؟ وقتا كنا نروح ندقى مسابقة التاريخ ما نبقى نحفظ في كم قطعة ما اقدر احفظهم، اعمل رشتة. مذكرتني برشتة المدرسة، يعني لازم يغيروا لك اسمك من احمد الفيشاوي الى احمد الرشتة، لانه كانك هي من بعد كل هالتاتويات. ولي تحت الارض رايدك جرسينا. انتشر فيديو بشكل كبير للفلتانة العظيمة رملاء نكد بأحد حفلاتها الفنية، وكان هالمرة الملفت النظر مش رملاء نكد ولا داريرتها اللي مكبرتها، ولكن اللي لفت نظر هالشخصيتين الغريبتين يلي عم نشوفها حدهم على المسرح. يعني انا اول ما شفتهم تذكرت انه عطول انا اول ما بدي فوت على الحمام علمونا نحن وصغار انه منقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث، قال بيطلعوا من الحمام الخبث والخبائث وبيروحوا. شكلهم لما فتنا على الحمام واستعوذنا من الخبث والخبائث راحوا وهربوا من الحمام وراحوا على حفلة رملاء نكد. اول مرة منشوف الخبث والخبائث مباشرة ولايف على المسرح، لا هو عم يرقصوا. ولي من وين جايبي هالموديلات هيدي؟ اي شو هيدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بس انه في عالم بالحفلة وعم بتهيس وتزقف، بس انه مناظر غير جميلة ابدا اللي عم نشوفها قدامنا، بيخوفوا. يعني انا اذا بدي يكون معي ابني او بنتي مثلا عم يحضروا انستغرام بخاف يشوفوا هيك مناظر. يا عمي مش معقول رملاء بتجمع موديلات ومناظر عندها اكتر ما اصحاب المتاحف بجمعوا انتيكا وتحف، من وين بتجيبيهم ما بعرف. ولي تحت الارض رايدك جرسينا. نشرت بوستي شلابي المذيعة المصرية فيديو لها عم بتورجينا كيف طريقة صنع الحلو بسلطنة عمان. خلينا نشوف شو عملت وراءه. معاكم انا دلوقتي هعمل لكم حلوى عمانيه، اتعلمت الطريقه هنا بقى. ده الزيت اهو ونشا، بين زيت ونشا وايه تاني؟ وماء ورد وزعفران. وماء ورد وهيل وزعفران، شويه زعفران. وبعدين نفضل بقى نقلب كتير كتير كده لغايه لما تمسك خالص وتبقى زي الطبق اللي انتم شايفينه. وهجيب لكم معايا مصر وانا جايه الحلوى العمانية، كل بلد وليها طابع. أكيد. يعني عن جد بدنا نتشكرك على الجهود يلي عم تعمليها، كتير مبسوطين منك بسلطنة عمان انك انت هني عم يعملوا لك حلو وانت عم بتورجيهم شيء حلو، خصوصي مع الفيزو اللي لابستيه ورجيتيهم شيء كتير حلو.
عم بتشجع التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان واللي تحت الأرض. رأيتك شو هاللي لابستيه؟ اي شو هيدا يا عمي؟ لا لا لا، يعني من كتر ما نحصرته يعني منيح المنك شاب، منيح ما عندك خيارات وقصص تانية، لأنه شو هي؟ يعني لو منك لابسه كان أحسن حبيبتي. معقول فخادك عاملين أبدا مثل الباتنجان المشوي قبل ما يمرغوه، يمكن بيعملوه اسم الأكل الشيخ المحشي ما بعرف، عاملة أبدا مثل الباتنجان. يعني ميرسي على هالمناظر الرائعة والخلابة يلي عم تفرجيهم لسلطنة عمان. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. نشرت المذيعة اللبنانية رزان صورة من رحلتها السياحية في جزيرة زنجبار. وشوفوا بهالصورة، هي هالست رزان قاعدة متربعة بالنص وحواليها في ثلاثة زنجبار، وكل زنجبار أكبر من الثاني من اليمين ومن الشمال ولي تحت الأرض. رأيتك هالصورة بتنتشر على انستغرام. يا عمي هاي بيا كان داعي ما بعرف كيف، ولابسي هالميو وهالزنجبارات حواليها على اليمين وعلى الشمال. وقروا التعليقات، يعني نحن ما شاء الله عنك العالم العربي كله هلا عم بيشوف هيدي الصورة وعم بيفكر بطريقة ثقافية انه رزان رايحة رحلة سياحية لتعرف العرب على زنجبار، ما رح يروح تفكيرهم انه سيدة شقراء التقت بثلاثة زنجبارات وحدهم في الجزيرة، ويروح تفكيرهم على افكار هشك بشك ابدا. يعني فعلا بحييك على رحلتك في زنجبار وعلى هيدي الصورة يلي ما خلت عقل الا وطار. ولي تحت الارض رايتك جرسينا. يارا مبسوطة كتير بشي جديد غيرته هلأ، خلينا نشوف شو هو هيدا الشي الجديد ونعود. شوفوا السمايل الجديد شو حلوة. Thank you دكتور فراس. على الأسف. شكرا على هاللمسة السحرية، روعة. قمر مثل ما بقول لهم على طول، بيعرف قمر. You're the best. Thank you so much. Thank you. يعني مبروك حبيبة قلبي، شي كتير مهم انه قلتين لأنه صار عندك ستين جديدة، ان شاء الله بتستعملي وبتهري وبتجددي. الف مبروك على اسنانك الجديدة، يعني صاينين الاسنان هلأ عند المشاهير مثل التياب بغيرون. بس انا هلأ يا خوفي بكرة، لانه هلأ عم كتر ما عم بيعملوا تركيبات اسنان، هي كلها اسنان اصطناعية، يعني بتبطلوا تحسوا مزبوط باسنانكم. بكرة الله يعين العريس بليلة الدخلة اذا عملته فرنش كيس رح ندق للاسعاف، قضية قطش لسان اذا ما انقطش شي تاني، لانه يا خي ما بقى في اسنان، بيبرمون وبيبرمون وبيرمون وبيركبوا هالوجه مثل الوجبة. بس هلأ يعني بيزبطوا لهم الاسماء وبيعملوا لهم اسماء جديده، انه هيدي هوليوود سمايل وبوليوود سمايل. يعني الموضوع ما له اكثر من تجاره واعلانات بين الفنانين ودكاتره الاسنان. ولي تحت الارض رايتك جرسينا. نشرت يسرى صور جديده تجمعها بكل من الهام شاهين، وصوره اخرى تجمعها بكارول سماحه. بس تشوفوا هيدي الصور رح بتلاحظوا انه كلهم لابسين نفس الكبوت، يعني بتحسوا انه كانوا عاملين عرض خاص على الكبوت وجايين كلهم شاريين وما صدقوا كيف اجت مناسبة فيها برد ولبسوه، او ممكن يكون اعلان لمحل بياضات او شراشف ما بعرف. بس بالفعل شيء غريب وبيلفت النظر انه ليش كلهم لابسين نفس الكبوت. عن جد لازم نعرف ونكتشف هيدا الموضوع. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. نشرت مي حريري فيديو جديد لها من مدينة لندن حيث تسكن هناك مثل ما سبق وعرفت، وعم تستعرض لي في رشاقتها على الدرج. وركزوا لي ملا رشاقة، يعني من كتر منا رشيقة كانت وقعت وكتشت الأرض. بس أبدا ما خفنا عليك حبيبتي، ما شاء الله عنك أرباقك منك وفيك، ما بيصير لك شيء. هي منفوخة سلف، ارباك منفوخ، شو ما تجي بتطجي وبتقومي ولا تحت الارض رايتك. شو بتحسوا انتو يا عمي لتنشروا هيك فيديوهات بتجي وبتتغندر وبتعمل شو هلا؟ يعني عندك قضية جديدة بدك زبونات او شيء تتغطي تكاليف المحامي؟ ليش عم يعني احلى شيء هيك عراض افاك
بيجيك زبون وبيقول لك عفاك، غير هيك ما اجى بفكره. ولي تحت الارض رايتك جرسينا. الدكتورة يومي ما بعرف صايرة مؤخرا كل نشاطاتها بدول الخليج، وقررت انه تحضر مباراة كرة قدم السعودية بين فريقين سعوديين. خلينا نشوف شو كانت عم تعمل بالملعب. هلا شو اسم الضربة؟ ضربة جزاء. هلا عندهم ضربة جزاء الهلال، تخيلوا. ان شاء الله لا يعني بحس الدكتورة يومي لتزيد متابعينها مستعدة تروح تحضر أو تعمل عملية طهور لتجيب أي متابع طرطور، ما بتقفي شي، بدها متابعين خليجيين. راحت قال وحضرت لي كرة قدم وهي ما أنا فهماني شي من شي، يعني تجي ردة فعلها بعد نص ساعة من الحدث، يعني مأخرة أكتر من تلفزيون لبنان بنقل المواضيع والأحداث الجديدة. يا أختي شو خاصك أنت؟ ما فهم يعني، قاعدة مثل الأطرش بالزفة ومبيني منك فاهمة شي من شي، ولا حتى مهتمة ولا فاهمة هذا الفريق مع مين، ولا هذا الفريق عامل ضد مين. يعني كنت أضرب من مقابلة سوزان نجم الدين لما سألوها عن كريستيانو رونالدو وميسي أيام المونديال. ما خلص يعني، كرمال تنجيب متابعين منجي ومن الدخ. انت ما خصك الا بالماسكات تبع الوجه وإزالة الشعر، وهو اللي بتفهمي فيهم، بس فوتبول فرد مرة. ولي تحت الارض رايتك جرسينا. هيك بنكون وصلنا لنهاية هيدي الحلقة. مثل العادة ما في داعي اذكركم، فيكم تتواصلوا معي على انستغرام لاقتراح المواضيع. اذا كنتوا بتشوفوني لاول مرة وحابين تشوفوا المزيد من الحلقات، بنصحكم تعملوا سبسكرايب. أهم خطوة لحتى ما يفوتكم شيء انه ترنوا الجرس، لانه اللي جاي اقوى بكتير.